والربوبية إفراد الله بأفعاله. الله يا جماعة عنده أفعال، الله بيخلق، الله بيرزق، الله بيحيي، الله بيميت العباد من شاء منهم ويميت العباد، الله بدبر الكون، دي أفعال الله سبحانه وتعالى، وما بشاركوا فيها أحد من الناس ومن الخلق. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله. الرب للسماوات والأرض منه؟ الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، تركت الله ومسكت في الأولياء، الأولياء مالون. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم، مش لكتاب، لينفسهم، وده قرآن، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الزول يا جماعة ما بيملك لنفسه النفع والضر، بيملك لغيره، ولنفسه ما بيملك، بيملك لغيره. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. معقولة غير الله بيخلق يا جماعة؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله الخالق، الله المالك، الله المدبر، الله المحيي، الله المميت، الله اللي بينزل المطر، الله اللي بيتصرف في الكون وحده سبحانه وتعالى. والله يا جماعة عشان كده الله جل وعلا قال في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أخير نعبد الله يا جماعة ولا نعبد غيره؟ قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الله ينزل المطر، والمطر مويته لونه معروف، لونه واحد، والمطر ينزل في الواطة، والواطة تتشقق طلع النبات. الله خلق النبات، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات. والزراعة ذات ألوان، دي لونة حمراء وردة، ودي لونة خضراء، ودي بنفسجية، ودي كذا، وأنواع ذاته، واحد بيقوم لفوق والثمار جوافة ومانجا وغير وموز، واحد بيقوم بيمشي في الواطة بالديخ وشمام وغير. مويته كم؟ واحدة. وألوانه كم؟ كثيرة. وطعمه كم؟ طعمه كيف؟ بيتغير صح ولا ما صح؟ ده طاعم وده مر وده كذا وده كذا. يسقى بماء واحد. العمل ده كله منه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المطر ده نزله الله ولا الشيوخ؟ في ناس في زمننا ده قالوا في شيوخ بينزلوا مطر، انت رايك شنو؟ ما قالوا بيدعوا الله والله بنزل المطر، قالوا هم ذاته بنزلوا مطر، والمطر جاء بحسب الطلب.
وقال تدفع، قال يكون في أرضين، واحد بيجاي واحد بيجاي بينات، قال سرابة ولا تقنت، قال فيهطل المطر من هنا ولا يهطل من هنا. السبب قال ديل دفعوا البياض، دفعوا البياض بيجيهم مطر، ما دفعوا ما بيجيهم مطر. يا ما ده الله بيعمل كذي؟ الله إن اديته قروش بيديك، وإن ما اديته ما بيديك. ده الله، ده الكريم يا جماعة، ده اللي بينفق على العباد كذي. نازل ما بيلعبوا بالدين وشيل، دار يشيلوا حق رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمطر بينزله الله، الجنة بيديه والله، الخلق ده الله براو والله يا جماعة. ونحن الكلام ده بالراحة دارين نوقع الكلام ده بالراحة بالقرآن بس والسنة أصل، ولا دارين مشاكل ولا زعل ما بنابا، لكن ما دارينا. لكن في النهاية بنقول للناس شنو يا جماعة، البيخلق الله والبرزق الله، ما في حجاب بيجيب لك رزق، وما في زول بيديك جنة، ما في زول بيتصرف في الكون. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا تمثل إن الذين تدعون من دون الله، اللي بيتنادون ديل وتستغيثوا بهم وتعتمدوا عليهم، لن يخلقوا ذبابا كبير الإنسان ولا الضبان كبير الإنسان. قال لك غيري ضبانة ما بيخلقها، قوي ولا ما قوي؟ قوي. وإنسان ضعيف ولا ما ضعيف؟ ضعيف. قال لك غير الله ما بيخلق ضبانة، كيف ادي جنة؟ كيف ادي ولد؟ كيف ادفع ولا قروش؟ ولا فك فلان هاك القروش دي، كان دارين ولد وقية وندارين بنت نص وقية، ويسووا قصايد زول يقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. دي عقيدة مسلم، زول بدي طفل. الله تحدى الناس قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم كانوا يتلموا عشان يخلقوا ضبانة، وديل الأجنحة وديل الراس وديل الكرعين وديل الضنب وديل البطن، ما بيقدروا. وإن يسلبهم الذباب شيئا، شو الضعف ده كيف؟ قال لك كمان الضبانة لو سلبت من الزول اللي بتناديه بياكل، جات شالت الاكل، هذا بياكل جات شالت منه وطارت فوق، ثاني بقدر يلحقها؟ قال وان يسلبهم الذباب شيئا، قال لحقها بقدر يطلع الاكل من بطونه؟ قال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب، البنادي غير الله ضعيف يا جماعه، والمطلوب أن هدوه ذاته ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. الناس العقايد زي دي بيعتقدوا إنه زول بدي جنى وزول بيتصرف في الكون وزول ماسك المطر، ده والله ما عظم الله حق التعظيم ولا عرف الله الخلق. ما قدر الله حق قدره، الله لقوي عزيز. الله يا سبحانه وتعالى.